وآخر يسأل فيقول ما صحة حديث لا تسلموا على يهود أمتي؟ قالوا يا رسول الله من هم؟ قال هم الذين لا يشهدون صلاة العصر. لا أصل لهذا، لا نعرف لهذا أصلا، وإنما الثابت قوله صلى الله عليه وسلم لا تبدأ اليهود ولا النصارى بالسلام، وإذا لقيتم أحدا في طريق فاضطروا إلى الحديث رواه مسلم. قال عليه الصلاة والسلام إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا عليكم. وأما هذا الأثر الذي ذكره سائل ما حصل.